فتحت أبواب مؤسسات القضاء من جديد في حضرموت بعد توقف قسري استمر لأكثر من عام، شمل المحاكم والنيابات بعد سقوط الموكلا وبقية مدن الساحل في أيدي تنظيم القاعدة مطلع 2 أبريل 2015، حيث افتتح محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد بن بوريك مبنى محكمتي ونيابة الاستئناف العامة، معلنا بذلك مرحلة جديدة تسير بها المحافظة نحو التطبيع الكامل للحياة العامة. اليوم كان يوم مهم جدا بالنسبة للقضاء وأعضاء النيابة والوكلاء، على اعتبار أن احنا أعدنا العمل بعد أكثر من سنة ونص. وتأتي عملية إعادة تنشيط أجهزة القضاء في الوقت الذي تعج فيه الساحة بالآلاف من قضايا المواطنين المتعثرة والعالقة، ناهيك عن الكثير من القضايا ذات الصلة بالجماعات المسلحة والمتطرفة، حيث تقول السلطات إنها تمكنت وخلال الفترة الماضية من اعتقال المئات من العناصر ذات الصلة بالجماعات المسلحة. أولى مهامنا أن نسعى إلى تفعيل القضاء والنيابة في محافظة حضرموت. ورغم التحديات الكبيرة التي ستواجه استئناف عودة المحاكم والنيابات وعلى رأسها توفير الحماية الأمنية للعاملين فيها، نحن كمواطنين فرحنا بفتح المحاكم والمجمع المحاكم والقضاء، لأنه هذا سيفصل في كثير من القضايا العالقة وسينصف كثير من المظلومين. احنا نؤيد افتتاح المحاكم بشدة صراحة، لأنها عطلت مصالح الناس كثيرة، والآن الحمد لله بدأت تنفرج الأمور، ونتمنى أن تفتح باقي المصالح أبوابها للمواطنين. وكانت العديد من المرافق القضائية قد تعرضت خلال الفترة الماضية للنهب والتخريب، فيما حولت بعضها إلى مواقع أمنية وقضائية ومراكز احتجاز أقامها تنظيم القاعدة أبان سيطرته على المكلا، ليأتي الهلال الأحمر الإماراتي ويتكفل بمهمة إعادة وتأثيث وتأهيل هذه المرافق من جديد. مع عودة فتح أبواب القضاء والمحاكم في المكلا، تكون المدينة قد قطعت شوطا كبيرا في مسارها نحو تطبيع الحياة العامة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، المكلا.